يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في الرسالة الخاصة ببطولة البارح في نسختها 26، أكثر من 10 دول مشاركة، دول خليجية وآسيوية وأفريقية هنا في مملكتنا الغالية. بطولة لغوارب الشراعية تجتمع هنا على شاطئ بلاد الجزائر، منافسات قوية في 4 أيام متتالية راح نشاهدها في هذه الرسالة، خلكم معنا. تختلف مسميات البطولات في مملكتنا الغالية، فبطولات الألعاب الجماعية نشهدها بالصالات أو الملاعب العشبية، والبطولات الفردية يخصص لها مكان معين. أما هذه اللعبة فمكانها مميز جدا، وهو شاطئ حيث البحر والأمواج الرائعة. عاد ما يدخل فصل الصيف علينا ويلجأ الجميع للشواطئ المنتشرة في المملكة، ونحن اليوم نتواجد في بطولة البارح في نسختها 26 والتي يقيمها الاتحاد البحريني للألعاب البحرية وبرعاية كريمة من الشيخ خليفة بن عبد الله رئيس الاتحاد، وبحضور كبير ومشرف وبافتتاح مبهر لأولى السباقات من قبل سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة. الميزة اللي في ذي السنة أنه كل الدول اللي شاركت ويانا إن كانت آسيوية أو عربية أو خليجية كلهم قاعدين يعدون حق الألعاب الأولمبية التأهيلية إن كانت آسيوية وعربية، وكذلك البطولة العربية بالنسبة للدول الخليجيين والخليج والعرب. 10 دول مشاركين من آسيا، من شمال أفريقيا ومن الخليج، ما شاء الله تقريبا في حدود 78 قارب، 38 في الأوبتيميست، 14 في الليزر ستاندر، 12 في الليزر ريديال، و 21 في الليزر 4.7. المستوى ممتاز متميز، لأنه الناس كلها نفس ما ذكرت لك من قبل أنه الناس كلها قاعدة تبرز حق البطولة العربية، وبالأخص ليزر ستاندر البطولة التأهيلية للألعاب الأولمبية إن شاء الله 2020 في اليابان. الهواء دائما موجود في بطولة البارح، 4 أيام تقريبا بيكون عندنا الهواء ما بين 27 درجة إلى 16 درجة، أمس وصل القاس إلى 26 درجة، لكن مع ذلك وصلنا أنه حققنا 3 سباقات بالنسبة لليزر ستاندر وليزر ريديال، وسباقين بالنسبة للأوبتيميست والفور بوينت سيفن، لأنهم الأعمار مالهم ما تعدي 16 سنة. مشاركين تجمعوا من 10 دول آسيوية تحت قبة مملكة الإحساس بالفرح هنا بمملكة البحرين، نشهد كورال من الفرح تسطره شواطئ المملكة لأكثر من 70 قارب شراعي. استمرت البطولة 4 أيام متتالية، شهدنا بها الحب والبسمة على وجوه جميع من حضر، تنافس على عدة فئات، فشهدنا الصغار والكبار والفتيات في مكان واحد، تجمعوا وتنافسوا بالود والمحبة. وصلنا لخواتيم المسابقة التي كانت ولا زالت تشهد تنظيما رائعا ومثيرا لا أعرف له نصا ولا أعرف له لغة. بالنسبة لرياضة الشراع هي لازم دائما يكون في هواء، والسبيشل مالها أنه في كيفية تعامل اللاعبين مع الهواء، هذا يصير الفرق. إضافة لذلك فنحن نعتبر بطولة البارح نحن تحضير في البرنامج أنه التحضير البطولة العربية رح يصير في شهر 10، فالحمد لله أمس يعني عندنا لاعبين مستواهم زين، يعني من 5 الأوائل موجودين الحين، ومنه اللاعب علي الفلكاوي الحين متصدر المركز الثالث للفئة ليزر 4.7. الهواء وايد يعني ممتاز حل للشباب اللي مستمرين فيها، فنفس الشيء يعتمد على الهواء القوي، يعني مثل يعني أوزان، أهم شيء الوزن في الهواء ما شاء الله، يعني عندك 25 عقدة يعني ما شوية،
فاللي وزنه ضعيف طبعا صح انه يعني بيستمر في الهواء بس يعني لفتره محدوده، يعني اكيد انه بيتعب لان الهواء كل ما زاد الهواء قوه يعني نفس الشيء يحتاج اللياقه وايد مهمه في الجسم. واذا ما اتينا للمراكز فكانت موزعه على عده دول، ففي فئه الاوبتيمست على العموم حصدت جينا شاهين على المركز الاول، ثالثها رانيا عمران من مصر، والمركز الثالث لمحمد عبد الله من باكستان. اما تحت 12 سنه فحصد يوسف بايق من باكستان على المركز الاول، وفي فئه البنات حصدت جينا شاهين على المركز الاول فيها. اما فئه تحت 12 سنه فحصدت زويا اسعد من باكستان على الذهب. وفي منافسات الكبار وبالتحديد في الليزر 4.7 حصل العماني عبد الملك العناي على المركز الاول ليظهر بصورة جميلة. أما في الليزر راديال حصل نجيب أولا من باكستان على المركز الأول، وفي آخر المسابقات وهي الليزر ستاندر حصل أسري بن عزمان من ماليزيا على الذهب، والفضة اتجه لابن المملكة عبد الرحيم عبد الله. أما البرونز فتوج به تنوير محمد من باكستان. الحمد لله رب العالمين، الله أنعم علينا بهاي الرياح الجميلة، رياح البارح اللي جات في وقتها وفعلا أنعشت البطولة وخلت اللاعبين يعني يمارسون رياضاتهم بكل يعني احترافية وكل مستوى عالي صراحة كانوا، والحمد لله ما في أي حوادث. فصراحة أحب أشكرهم، أشكر اللاعبين كلهم على مجهودهم وعلى يعني أدائهم المتميز، وكذلك أشكر الحكام، أشكر الإداريين، وأشكر كذلك الوزارات، وزارة الدفاع والسلاح البحرية وخفر السواحل والمستشفى العسكري، وعلى رأسهم طبعا أشكر صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة على دعمه وعلى يعني تشجيع لرياضة الشراع، وخصوصا توجه سمو الشيخ محمد بن سلمان انه اعطى انطلاق بطوله البارح، فاعطاها يعني صبغه جميله جدا واعطاها روح يعني تنافسيه افضل وروح رياضيه. الحمد لله هي بطوله كانت جامده جدا وحلوه، المشاركه كان فيها حلوه والريح كانت جامده، وهي دي بالنسبه لنا حاجه حلوه. بس طبعا بالنسبه في لعيبه صغيرين بالنسبه لهم ما كانتش قوي، بس يعني مبروك لكل الفوز. الفريق اللي مشارك معنا المره هذه فريق جديد، في عندنا 9 لعيبه، 7 منهم جدد اول مره يشاركوا في البطوله، والحمد لله انا من جلستي معاهم بعد السباقات فيحتكوا مع اللعيبه فيستفيدون، وهذا المقصد يعني في المشاركات في البطولات اللي زي كذا، احتكاك اللعيبه لما يقعدوا مع بعض يحتكوا مع بعض يستفيدوا ويزدادوا خبره. وبالنسبه لتنظيم البطوله انا ما ادري ايش اقول، يعني شهادتي مجروحه صراحه في البحرين يعني كبلد وكاخوان، وكل سنه عن سنه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما ادري وين وصلوا الجماعه، الله ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله. الحمد لله الله وفقنا بالمركز الثاني، وطبعا احنا كنا البطولات اللي فاتت اللي هي البارح تصير مليه في وقت رمضان، الحمد لله صارت بروحه، يعني احنا ما بعرفين ان يوم الجي 24 اللي هو الماتش ريس ولا الليزر، الحمد لله صارت بروحه جابلنا حق الليزر، والحمد لله الله وفقنا بالمركز الثاني. تبعثرت حروفي وتاهت كلماتي وسط هذه الروعه الكبيره، ابناء بلدي ها هم ينظمون ويظهرون بالصوره المعتاده دائما، كم انا فخور بكم يا ابناء مملكتي الغاليه. اما اتحاد اللعبه فارفع لكم القبعه يا من تبهروننا دوما في كل محفل. أما مشاركيننا وضيوفنا فنأمل أنكم كنتم في بلدكم الأول وليس الثاني. كلمتي الأخيرة هذه هي البحرين يا سادة.